أسعد الله صباحكم ومساكم. أختاه، لا تتركي قيام الليل ولو ركعة واحدة قبل النوم، ولا تتركي سنة الوتر فقد وصى بها الحبيب المصطفى، وداومي على ركعتي الضحى فإنها صدقة عن كل مفصل في جسدك، وأكثري من الصلاة على النبي ففيها إزالة للهم وقضاء للحاجة وإجابة للدعوات. وإذا دعوت الله أن يغفر لك فقولي ولكل مسلم ومسلمة ليكون لك بكل واحد منهم حسنة. والسلام عليكم.